ودابا كي تتعرفوا بانه ايمينيفري راه ايمينيفري تصنفات دابا عالميا في التراث العالمي الجيولوجي، صنفتها اليونسكو موقع ذو اهميه بيولوجيه جيولوجيه، يعني عنده واحد الاهميه بيولوجيه او جيولوجيه، وتصنف دابا تصنف من المواقع العالميه، صنفته اليونسكو، وكيتعتبر ايمينيفري بدايه ديال الاطلس ديال جيوبارك مكون، لانه كاين منتزه ديال جيوبارك مكون داير به ايمينيفري داخل في هاد المنتزه العالمي اللي سميتو جيوبارك مكون. والسياح حتى هما اللي كيجيو، المغاربه اللي كيجيو من جميع المدن كيجيو كينزلوا، لانه كاين الناس اللي كينزلوا كيجيبوا الزياره من تحت، كيدوزوا من تحت القنطره، كاين الماء، يعني كاين البلايص فين كيعوموا الدراري، كاين يتنفسوا العائلات، والماء راه كي تتعرفوا كاين الماء مالح وكاين الماء الحلو، بحكم كاينين الماء المالح دايز على انواع ديال الصخور، هادشي اللي كاين. وجيت نشوف ايمينيفري، واحد المنطقه اللي زوينه بزاف، انا ما عمرني جيت لها بالحق، ولكن اول مره غنجي لها، يعني كاين ما يتشاف، اللي بغى يشوف، يعني كاين ما يتشاف، كاين مناظر خلابه، وكاين الماء، كاين يعني بنادم بغى يكتشف هذه المنطقه يجي يشوفها، حيت باش نقول لك واحد المنطقه اللي زوينه بزاف، يعني غتجي ترتاح، تضرب ساعه ساعتين ما غتسخاش، يعني خصك تدوز النهار ديالك، غير دابا وقت مع الصيف شويه الماء قليل، غير بالنسبه في الوقت ديال الشتاء ولا تتكون واحد المنطقه اللي غتكون زوينه بزاف، بالنسبه للعامل ديال الماء غيكون حتى هو، غتكون غتلقى واحد الجو اللي غيريحك، مازال دابا الصاد انا غير طلع هودت من الهوده الاخرى وطلعت مع هذه، انا وليت تنقطر، ولكن بغيت نكتشف، انا ما عمرني جيت، ولكن ملي جيت وشفت هذا المنظر هذا عجبني، وبغيت نكتشف نجيب هذه الدوره هذه، واخا هودت من لهيه وطلعت من هنا، هي كاينه شويه على واحد خصو يكون سبورتيف شويه، ولكن الا بغى يكتشف كيما كان، سوا سبورتيف كيفما كان الواحد راه خصو يجي يكتشف مع راسو، وراه منطقه زوينه تبارك الله، غير خص المسؤولين شويه يلتفتوا لها، الا التفتوا لها وردوا لها غير شويه البال غتولي حسن، حيت كاينين شي مرافق خصهم يتقادوا وصافي، اما هي راه منطقه زوينه بزاف، ولا في الصيف ولا في الشتاء بنادم غيجي يرتاح. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.